بغي نقول بأن الإبن ديالي كان يدرس طالبا بأوكرانيا، كان يدرس علوم الفضاء، لكن بعد الحرب تم تنقيلهم خارج أوكرانيا. مؤخرا كان انقطع الاتصال بعض الأيام، هذه المسألة عادية بالنسبة لنا، حتى تفاجأت بالفيديو يرسل إلي. حاليا أنا في اتصالات مع الهيئات الدولية، إعلان غتكون حتى الهيئات الدبلوماسية المغربية اللي ما عندها حتى شي دخل في هذا الأمر، هذا كيتعلق الأمر بالشخصي، وهو استقطاب الشبان الطلبة والتأثير عليهم وغسل أدمغتهم. لذلك الدري دابا شاب قوي المعنوية، مربى تربية قوية جدا، أنا كنعرف نفسيته ولا معنويته، رغم التأثير عليه في الفيديو فهو قوي الشخصية، لكن أحذر الآباء الآخرين، سمحوا لي لكن الارتجال في الكلمات، لكن انتم كتعرفوا ماشي ساهل باش تنزل كالصاعقة، ولا عند واحد الطالب اللي رسلتيه وكتصوب ليه في مستقبله اللي كيبغي هو، وثانيا مشى كيقرا واحد العلوم اللي ما كايناش في المغرب، وواحد العلوم اللي غادي تكون جديدة في البلاد، واحد وانت فرحان وكتشوف المستقبل ديالو ما وراء حصوله على الدبلوم، ولكن في الآخر كتلقى راسك أمام واحد الشاب اللي أثروا عليه واستغلوه استغلالا مع الأسف، وهذا نظرا لا يكون. وأنا عندي سوابق عسكرية وكنعرف اش تنقول، هاد الناس اللي تعاملوا مع الابن ديالي اللي هو الشاب إبراهيم سعدون غير استراتيجيين بتاتا. أسف أن السلطات الأوكرانية اللي عندنا معها علاقات جيدة مثل دولة الفيدرالية ديال روسيا اللي علاقات جيدة مع المغرب، اللي كيوجد راسه محايد في هذه الحرب، ويبداو يزجوا بالطلبة وغسيل أمخاخهم للدفع بهم كوقود حرب.